شفاء لروحي وحبل المتين، ورحمة قلبي وحصن الحصين. شفاء لروحي وحبل المتين، ورحمة قلبي وحصن الحصين، وأمن حياتي وخير الدليل إذا تهت يوما. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما وعملا وفقها في الدين يا رب العالمين. يقول ابن عطاء الله السكندري رحمه الله تعالى: فإن وجدت طاعة فاشكر الله عليها، وإن وجدت معصية فوبخ نفسك على ذلك واستغفر الله وتب إليه. هذه آخر فكرة تكلمنا عنها في الدرس الماضي، أن الإنسان إذا أطاع الله سبحانه وتعالى أي طاعة فالإنسان لا فضل له في الطاعة، لأن الله عز وجل هو الذي رفع الموانع بينه وبين الطاعة، ولو كثفت الموانع بين الإنسان وبين الطاعة ما استطاع أن يطيع الله عز وجل. فكيف يحمد الإنسان نفسه على شيء لم يفعله إلا صورة، والله تبارك وتعالى هو الموفق للعمل. فإذا صدر من الإنسان طاعة يجب عليه أن يحمد الله عز وجل على هذه الطاعة، لأن الله وفقه إليها، وما توفيقي إلا بالله. وإذا صدرت من نفسه معصية يجب عليه أن يتهم نفسه وأن يعقبها بالاستغفار والتوبة من هذا الذنب. وهذا المقام يا أخواننا هو يعني مقام الأدب مع الله. الأدب مع الله أن يرى الإنسان نفسه مفعولا لا فاعلا، أن يرى الإنسان نفسه متأثرا لا مؤثرا. المؤثر الحقيقي هو الله تبارك وتعالى، مو نحن بنقرأ القرآن. القرآن الكريم يقول: والله خلقكم وما تعملون، يعني خلقكم وخلق عملكم. فإذا كنت أنا مخلوق لله وعملي مخلوق لله، تمام، فكيف أرى نفسي أني فعلت فعلا؟ الله هو الذي وفقني لهذا العمل. أحيانا تجد إنسانا في أيام الشتاء البارد القصير لا يستطيع أن يصوم، إنسان في أيام الحر الشديد الطويل يستطيع أن يصوم، لكن لا ينسبن هذا الإنسان الفعل لنفسه. لو الله سبحانه وتعالى ما أعطاه عزيمة وقوة وجلدا وإرادة لم يستطع هذا الإنسان أن يتحمل مشقة هذا الصوم الطويل. وما بكم من نعمة فمن الله ثم إذا مسكم الضر فإليه تجأرون. شوفوها عندنا قاعدة يا أخوان الكرام بعلم الأصول، تقول: النكرة في سياق النفي تعم، النكرة في سياق النفي تعم. فالله بيقول: وما بكم من نعمة، نعمة نكرة وقعت في سياق النفي فهي عامة، يعني أي نعمة من النعم التي أنعم بها عليك دينية كانت أو دنيوية فهي منسوبة لمن؟ منسوبة إلى الله عز وجل. ونحن إنما نحن أسباب، يعني إذا في الظاهر إنسان أنعم عليك بنعمة الظاهر أنه سبب، والحقيقة أن الله تبارك وتعالى هو الفعال وهو المتسبب. وإن وجدت معصية فوبخ نفسك على ذلك واستغفر الله وتب إليه، فإنه لا مجلس مع الله أنفع لك من مجلس توبخ فيه نفسك، ولا توبخها وأنت ضاحك فرح، بل وبخها وأنت مجد صادق مظهر للعبوسة، حزين القلب منكسر ذليل. في عندنا قاعدة يا أخوان الكرام، قاعدة: بعض الناس يتهمون أنفسهم بالتقصير أمام الناس، نفس الكلمة لو أنت وجهتها إليه لما قبلها منك. يعني مثلا تجلس مع شخص بيقول لك: الله يتوب علينا، نحن مقصرين، نحن لا شيء، بس شي نهار قال له: أنت مقصر، أنت لا شيء، لا يقبلها منك. معنى ذلك هذا الإنسان ليس متحققا بالكلام الذي يقوله. علامة التحقق بالكلام الذي تنطق به لشفتاك أن تقبله إذا صدر من غيرك،
أما بيقول لك نحن أنا لا شيء أنا مقصر. العلماء قالوا قاعدة، نفس المؤلف ابن عطاء الله السكندري يقول: الحزن على الطاعة مع عدم النهوض إليها من علامات الاغترار. يعني كل إنسان تراه يظهر الحزن على الطاعة بلسانه، لكن لساته على حاله، صار له 15 سنة بيقول نحن مقصرين، الله يتوب علينا، نحن لا شيء. طيب صار لي 15 سنة بعرفك نفس الحالة، أنت لم تتطور، لم تتقدم ولا خطوة واحدة، نقول هذا علامة الغرور، هذا إنسان يتباهى بالكلمات المنمقة أمام الناس حتى يقال إنه متواضع، يقال إنه يتهم نفسه بالتقصير. لذلك يا أخوان الكرام، أنا لا أنصح شخصاً مبتدئاً وكلنا مبتدئ أن يظهر مثل هذه العبارات أمام الناس، والله أنا لا شيء، الله يتوب علي. هذه العبارات اجعلها بينك وبين نفسك، إذا اختلوت بربك فقل قلها بينك وبين الله. أما ما الفائدة أن تكثر من ذكر التواضع أمام الناس؟ احذر لعلك لست متحققاً بهذا الكلام. فمن علامات الغرور إظهار التواضع في اللسان، إظهار التواضع عبارات، نستخدم عبارات الصالحين لكننا لسنا متحققين بهذه العبارات. طيب صار لك 20 سنة ما بتصلي الفجر مثلا، وبتقول صار لك 20 سنة والله أنا لا شيء أنا مقصر، صار لك 20 سنة تقع في أعراض الناس، وصار لك 20 سنة عم تقول أنا لا شيء أنا مقصر، نقول له هذه الكلمات البراقة حجة عليك وليست حجة لك. فهو يقول ابن عطاء الله، يقول أنت تريد أن توبخ نفسك، لا توبخ نفسك وأنت تضحك، لأن الضحك ينافي توبيخ النفس. الإنسان الذي يشعر بالتقصير ينبغي أن يظهر هذا الشعور على جوارحه وعلى بشرته. هلا إذا إنسان عنده مصيبة، بمجرد أن تقع عينك على وجهه تقول فلان يعني الله أعلم أصيب بمصيبة. لما جاء الوليد ابن المغيرة، لما ذهب إلى النبي عليه الصلاة والسلام من أجل أن يقنعه بترك الدعوة، ورجع المغيرة إلى مجلس قريش، ماذا قالوا؟ قالوا والله لقد جاءكم بغير الوجه الذي ذهب به. إذن المصيبة، التأثر، التغير تظهر على قسمات الإنسان، صح يا أخوان الكرام؟ الآن إذا في أم فقدت ولدها وأم لم تفقد ولدها وجلستا متجاورتين، تستطيع أن تعرف، مو بالكشف، مو بالعلم بالغيب، لا بظهور البشرة، تستطيع أن تعرف من هي المرأة الثكلة التي ابتليت بفقد ولدها بظهور البشرة. أنت تخاف من الله، مقصر من الذنب، حزين على نفسك، يجب عليك أن يظهر ذلك في نفسك. أما هو يضحك ويلعب ويمزح ثم يقول لك والله أنا زعلان على نفسي كثير، نقول له لم يظهر عليك ذلك. فإذا أردت أن توبخ نفسك وبخها وليظهر آثار التأثر عليك. أما يضحك ويلعب ويوبخ نفسه نقول له هذه تمثيلية. الآن أنت بتشاهد أحيانا مسلسل، بتعرف الشخص عم يمثل وبتعرفه عم يضحك عليك، وأحيانا بيبكيك، تبكي من المشهد من كثرة المؤثرات الموجودة في المشهد، هو تمثيل صح ولا لا؟ فالإنسان الذي يظهر العبارات التي لم يتحقق بها هذا إنسان ممثل، قد يؤثر في من حوله، لكن عند الله هذه العبارات قد لا تنفعه. لذلك لاحظ ماذا يقول، يقول: بل وبخها وأنت مجد صادق مظهر للعبوسة، حزين القلب منكسر ذليل. هذه أمارات علامات الشخص الذي يتوب ويصدق مع الله تبارك وتعالى في توبته. فإن فعلت ذلك أبدلك الله بالحزن فرحة، وبالذل عزة، وبالظلمة نورة، وبالحجاب كشفة. في حديث قدسي يا أخوان الكرام، الله عز وجل يقول في الحديث: وعزتي وجلالي لا أجمع على عبدي خوفين ولا أمنين، إن خافني في الدنيا أمنته يوم القيامة، إن أمنني في الدنيا خوفته يوم القيامة. هذا قانون. فالإنسان الذي يشعر بالتقصير وهو حزين حقيقة وصادق في تقصيره، هذا الحسن سوف يبدله الله فرحا. لماذا؟ لأن الله كريم يبدل الحزن فرحا. إذا الإنسان يشعر بالضيق فعلا بينه وبين نفسه، أنا صدري ضيق، ما سبب الضيق؟ سبب الضيق أني مقصر. اليوم صرنا 3 رمضان 4 رمضان، أعمالي قبل رمضان كأعمالي في رمضان، ما ازددت ولا لحظة. إذن هو منكسر الخاطر بسبب تقصيره.
هذا الكسر إذا كان منشأه صادقا سوف يبدله الله جبرا، وهذا الحزن إذا كان مصدره صادقا سوف يبدله الله فرحا، بناء على القانون العام اللي وضعه رب العالمين وعزتي وجلالي، لا أجمع على عبدي خوفين ولا أمنين، ولا أجمع عليه حزنين، ولا أجمع عليه ضيقين. إذا أردنا أن نفهم الحديث بالمعنى العام، الله لا يجمع على العبد ضيقين ولا يجمع على العبد حزنين. فإذا حزنت بسبب الذنب أكرمك الله بالفرح بسبب التوبة، إذا ضاقت صدرك بسبب البعد عن الله سوف تبدل بهذا الضيق فرجا، فإن مع العسر يسرا، إن مع العسر يسرا. لكن المعول شو يا أخواننا؟ المعول عليه صدق الشعور بالتقصير، مو إظهار التقصير، تمام؟ هلا مثلا العلماء شو بيقولوا؟ بيقولوا الشهرة ليست شرا، حب الشهرة هو الشر، الظهور ليس شرا، حب الظهور هو الشر. نفس العملية، لماذا الظهور ليس؟ لو كان الظهور شرا لأخفى الله رسوله صلى الله عليه وسلم. في حدا ما بيعرف النبي عليه الصلاة والسلام؟ عملوا مرة إحصائية، شو أكثر اسم سمى به على وجه الأرض؟ اسم محمد صلى الله عليه وسلم، مو باسم البلاد المسلمة، على وجه الأرض. أنا قرأت دراسة بريطانية في أحد الأعوام، ما عاد أتذكر، بعام 90 بعام 80، أحصى البريطانيون من سم أكثر اسم سمي في بريطانيا، ما عم نتكلم في الشام، في الشام هناك مسلمون، أكثر اسم سمي في بريطانيا بأحد الأعوام محمد صلى الله عليه وسلم، مع أنه بريطاني ليسوا جميعا مسلمين. فالشهرة في حد ذاتها ليست شرا، كذلك أن يقول الإنسان أنا مقصر أنا مذنب، هذا ليس خيرا وليس شرا، الخير أن تكون معتقدا بذلك، والشر أن لا تكون معتقدا بذلك. قال: فإن فعلت ذلك أبدلك الله بالحزن فرحة، وبالذل عزة، وبالظلمة نورا، وبالحجاب كشفة. وعن الشيخ مكين الدين الأسمر رحمه الله تعالى: وكان من السبعة الأبدال، سبع الأبدال روي فيهم حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه لا تخلو الدنيا من واحد منهم، كلما مات واحد أبدل الله به غيره. من هون جاءت كلمة الأبدال، الأولياء الكبار، كلما مات واحد أبدلت الأرض به غيره. فيقول: كنت في ابتداء أمري أخيط وأتقوت من ذلك، بيشتغل خياط وأجرة الخياطة ينفقها على نفسه، وكنت أعد كلامي بالنهار، كم تكلم في النهار، كم كلمة تكلم، فإذا جاء المساء حاسبت نفسي فأجد كلامي قليلا. هذا نحن عندنا بيسموه بعلم التزكية، بيسموها المشارطة والمحاسبة والمعاقبة. يعني مثلا أنا بدي أحسب كلماتي في النهار، كم كلمة تكلمت، فإذا تكلمت في النهار عددت أخطائي، ما بدي أقول عددت كلامي كله، أريد أن أعد زلاتي، إذا عددت زلاتي في النهار هاي بسموها مشارطة، في آخر الليل في محاسبة. المحاسبة تتضمن إذا أنا أخطأت في جناب إنسان لابد أن أعتذر له، إذا أخطأت بالنسبة لله تبارك وتعالى لابد أن أستغفر وأن أتوب إلى الله سبحانه وتعالى. فالعلماء يقولون المشارطة أول النهار والمحاسبة آخر النهار تولد المراقبة وسط النهار. يعني أنا في بداية النهار أشارط نفسي، في نهاية النهار أحاسب نفسي، أثناء النهار أراقب نفسي. مثل إذا أنت مثلا عندك عمال، العامل يعمل، تقول له أنا راح أعطيك البضاعة الفلانية، بعها بشرط أن تبيع السلعة الفلانية بالثمن الفلاني. فإذا كان في محاسبة آخر النهار كيف سوف يكون بيعه؟ سوف يكون بيعه دقيقا. أما إذا ما في مراقب له ربما يسرق، ربما يراعي الناس مثلا وينقص من رأس المال أصلا. لكن أنت متابعتك له ومشارطتك له تتضمن أن يراقب نفسه في بيعه وفي شرائه. فبالتالي عندما يعلم الإنسان أنه في آخر النهار سوف يحاسب، سوف يراقب في وسط النهار. طبعا هذه الفكرة تحتاج إلى شرح أكثر، لكن أسأل الله تبارك وتعالى أن يجعلنا من المقبولين. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
اللهم تقبل منا إنك أنت السميع العليم، تب علينا إنك أنت التواب الرحيم. اللهم ارحمنا فإنك بنا راحم، ولا تعذبنا فأنت علينا قادر. ألطف بنا وبالمسلمين فيما جرت به المقادير، ودبر لنا فإننا لا نحسن التدبير. اللهم حسن أخلاقنا برحمتك يا أكرم الأكرمين. اللهم كما حسنت خلقنا فحسن خلقنا، واجعلنا عندك من المرضيين المقبولين يا أكرم الأكرمين. تقبل صلاتنا وصيامنا وركوعنا وسجودنا، ولا تضرب بها وجوهنا يا حي يا قيوم يا ذا الجلال والإكرام. وصل اللهم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، والحمد لله رب العالمين. ربنا تقبل منا بسم الله. فيا رب نور به دربنا، وثبت به في فؤاد اليقين. فإني عليل أقاسي الكروب، طريح بسجن الهموم رهين، طريح بسجن الهموم رهين، طريح بسجن الهموم رهين. فمن علي أيا راحمي، فما لي سواك إله معين، فما لي سواك إله معين.